يجب أن تذهب للنوم يا شهاب. هل مللت الجلوس معي؟ تعرف أني لا أمل ذلك، ولكن أيضا لي زوجة يجب أن لا أتركها وحدها. عكرمة، هل تحب ريم كثيرا؟ هيا بنا، أريد أن أبقى قليلا. هيا بنا يا شهاب، هيا. في دوامة أيها الباشق. سنخرج منها يا عبادة، سنخرج. ما أخشاه أن تقودنا أقدامنا إلى ثغر من ثغور الروم أو إلى مدينتهم، فالمنطقة هنا تعش بهم. أجل، كأننا وقعنا في منطقة يسيطرون عليها. لو أنك لم تبقي على حياة الرومي، فإن وقعنا في أيديهم تعرف إلينا فقتلونا. أنا لا أقتل عاجزا يا عبادة، ولا أقتل حبا في القتل. ولكنه يقتلك أن كنت عاجزا، ويقتل حبا في القتل. بهذا نتميز عنهم أيها الصغير. ما رأيك أن نتدرب قليلا؟ تدرب أنت، أنا أريد أن أنام. نم يا عبادة، نم. كيف حال شهاب؟ ما زال فاقدا وعيه، لكنه لا يحمل أي خدش في جسده. أظنه بخير، لقد أبلى بلاء حسنا. رأيته كيف كان يصرخ كالنمر الجريح. قتلنا منهم عشرا، ولاذ بقيتهم بالفرار. قتلوا منا سبعة. هناك جريح منهم لم يتمكن من الهرب. سأجهز عليه. ليس حصانا نقتله إن جرح، طالما لم يمت فهو أسيرنا، وسنعتني بجراحه حتى يشفى. ولكن يا أبا ضرار. رف يا جرادة، سنعرف من أي الأقوام هم، وسنرى ما يكون ردنا عليهم. قد تعرف إليهم شهاب، إنهم من الأنجاس، وهم الذين عذبوه وحرقوا يده، فهم عصبة من قطاع الطرق. المهم أن تعتنوا بالجريح جيداً.
سيكون ذا فائدة لنا ولنفسه. سهيل، يجب أن أقتله. انتظر يا جرادة، سأقتلك يا سهيل. سهيل، أنت خائن ويجب أن تموت. جرادة، جرادة، كان يقف متفرجا لعب ضرار. ألم تشارك في المعركة؟ لم يفعل، لم يفعل. أنا أيضا رأيته مكتفيا بمراقبة ما يحدث. لماذا يا سهيل؟ كنت مرهقا وقدماي لا تحملاني، فلماذا أدخل معركة أنا الخاسر فيها مسبقا؟ تكذب يا سهيل، لست كاذبا. ألم تعد تعنيك قبيلتنا يا سهيل؟ تعنيني، تعنيني كما تعنيكم. تكذب كما قال جرادة، وسأرى ما يكون بشأنك. تعال يا أبي. على رسلك يا ضرار. هل تؤلمك يدك يا أبي؟ إنه مجرد جرح بسيط. الآن يا قوم، أصبح لقبيلتنا شأن كبير. الآن أقول إن لدي فرسانا تصارع الموت فتصرعه، وقد شهدنا منهم ما أثار دهشتنا وفرحنا معا، والفضل كل الفضل لصهر أسامة، هذا الرجل الذي دخل القبيلة ضيفا فأبى إلا أن يكون فعالا فيها، وقد وفق إلى الحد الذي أرضى الجميع كما رأيتم. فبماذا نكافئك يا أسامة؟ تريد أن تكافئ أسامة يا أبا عمرو؟ ليطلب ما يشاء، فنحن مدينون له بما فعل من أجلنا. تريد أن تدفع لي أجرا، أجري حصلت عليه عندما رأيت هؤلاء عمالقة بعد أن كانوا أضعف من حشرات تدب على الأرض. أجل، ونحن الآن جوارح يا أبا عمرو. ولم لا، إن هذا يزيد من نشوتي بكم وفخري بما حققتموه. ولكننا لم نحقق شيئا بعد، وما اجتمعنا إلا لهذا. قل ما لديك يا أسامة. ليس ما لدي، بل ما لدى فرسان القبيلة، فهم الآن القوة التي تقول وتفعل. قد ارتأينا يا أبا عمرو أن يكون أسامة سيد القبيلة. تريد أن تصبح سيد القبيلة؟ نحن من نريد يا أبا عمرو، فقد كبرت على تسلم مهامها بعد أن أصبحنا على ما نحن عليه الآن. كيف تجرؤ على هذا يا زيد؟ وولدك عمرو ما زال صغيرا على تسلم مهامها. نحن الآن بحاجة إلى رجل يعرف كيف يصنع مستقبلا مشرقا للقبيلة، ولا نظن أنك هذا الرجل، فكلنا يعرف ضعفك قلة حيلتك. اخرج من أمامي يا زيد. كما أننا لا نظن أن هناك من هو أنسب من أسامة لهذا، فهو من جهة زوج ابنتك وأبو حفيدك، ومن جهة أخرى هو القوة التي غيرت حالنا، فمن يهتم بنا سواه؟ هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. تريد أن تنتزع مني سيادة القبيلة يا أسامة؟ اجلس يا أبا عمرو. أو تأمرني بالجلوس أيضا؟ أنا لا أمرك، بل أدعوك. خذ ولدك وزوجتك يا أسامة وارحل. ارحل، فما عدت أرغب بوجودك هنا. ما كان يجب أن نخسر ذلك العدد من رجالنا؟ إنها المباغتة يا أبي، وقد تمت لهم رغم تحذير الحراس لنا. فماذا نفعل لتجنب غارة مماثلة؟ تضعون بعض الحراس بعيدا عن المضارب حيث يطلون إلى المدى البعيد، وتكون معهم خيولهم، فإن رأوا أو أحسوا بشيء تمكنوا من إنذارنا لنأخذ حذرنا ونستعد. ما يقول عكرمة هو الصواب. كلف ثلاثة من الحراس بهذا الأمر. سأفعل يا أبي. ماذا قررتم بشأن سهيل؟ اجلس يا ضرار.
تريد أن تبقى سيد القبيلة يا أبا عمرو؟ فلتبقى إذن، لك السيادة، مرنا فنطيع. قل للفرسان ماذا يفعلون، قل لهم كيف تقلب فقر هذه القبيلة إلى غنى، كيف تحول الضعف فيها إلى قوة لا تقهر. هيا، أنت السيد والكلمة لك. ستعجز عن فعل ذلك يا أبا عمرو، لأنك لا تعرف ماذا تريد منهم. أما أسامة فيعرف ماذا يريد، ولهذا صنع منهم أبطالا. أنت لا تملك أن تقدم لهم شيئا مما يريدون، أنت أقل خبرة ومعرفة من أن تفعل ذلك، لكن أسامة يستطيع. أنت أقل جلدا، أما أسامة فهو القوة والحزم والعنفوان والجلد، وهذا ما يلزم القبيلة لتنمو وتكبر فتصبح قوة ضاربة لا مرتع لقطاع الطرق ولكل من هب ودب. ثم إن ما سيحققه أسامة سيعود علينا بالنفع جميعا، وأنت أولنا يا أبا عمرو، فأنت كبيرنا. وستبقى فينا الرجل الذي نقدره ونحترمه، ستبقى معززا مكرما، لا تطلب شيئا إلا وتجده أمامك. فقد تشاورنا في أمرك جميعا، كبيرنا وصغيرنا، ووصلنا إلى رأي واحد. ستنفونني خارج القبيلة. تعرف حكم النفي ماذا يعني؟ يعني ألا أعود إلى القبيلة وأحدكم على قيد الحياة. إن كان لديك ما تدافع به عن نفسك فافعل يا سهيل. أدافع عن نفسي؟ أدافع عن نفسي ضد من؟ ضد أهلي؟ ضد صاحب الذي أنكر صحبتنا الطويلة؟ أم ضد الغريب الذي أخذ منزلة السيد فيكم؟ إذن فاعلموا أنني سعيد لمغادرتكم، سعيد لأنني لن أرى وجوهكم. أحجم يا سهيل. دعه يا جرادة، قل كل ما تريد أن تقوله يا سهيل. لم يعد لدي ما أقوله. إذن خذ متاعك وانصرف الساعة. تأكد من مغادرته بالشكل السليم يا ضرار. هذه أرض لا زرع فيها ولا ماء، لقد بدأت تئن تحت وقع خطواتنا الثقيلة. لن نعيش على هذه الأرض، نريد أرضا إذا وطئناها أعطتنا، نريد أرضا فيها زرع كثير وماء أكثر. لن يترك أسامة قومه يعيشون في أرض قاحلة، نريد أرضا تحسدنا عليها كل القبائل، وسنجد الأرض المناسبة.
تصب في المعركة. لم أصب. وعكرمة؟ وعكرمة لم يصب أيضا. ولكن أبي هل أصيب؟ أجل، لقد أصيب في يده. إنه جرح بسيط. شهاب، أنت تتحدث كما في السابق. ماذا تعني؟ لا 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 شيء، لا شيء. أريد أن أرى عكرمة وأبي. تعال تعال. قتلته يا عكرمة، قتلته، جعلت سيفي يخترق الأرض نافذا من قلبه، قتلت ثلاثة منهم، ثم شعرت بدوار في رأسي مع ألم شديد. بعدها أنت قتلت ثلاثة منهم ونحن أجهزنا على البقية، قد لقوا جزاءهم أخيرا، لم يعد هناك ما ينغص عليك. لهذا أحس نفسي شخصا جديدا، شخصا مسكونا بالحياة. هذا هو شهابك يا أبا ضرار. كيف حال ذراعك يا أبي؟ أستطيع أن أعانقك بها. قد عدت إلينا أخيرا يا شهاب. تعيش إلى أن ترى أولادهم يا أبي. ليس غريبا أن لا يكون لي أحفاد، وقد بلغت هذا العمر يا عنقاء. وكيف وإخوتي لم يتزوجوا بعد؟ أجل، كان عليهم أن يتزوجوا أولا. أنت تعلم أنهم كانوا منشغلين بأمور الفروسية، فهم أبناؤك، ومن أحب الزواج منهم ماتت زوجته قبل أن تلد. الماشق، كنت سأزوجه قبل أن يدس أبو طراقة سمه في عروقي. الماشق، كم أخاف عليك يا ولدي. أما وقد سمعت عنه ما سمعت، لقد انقلب خوفي إلى رعب يا عنقاء، حتى أنني أخشى. هي الحمى من جديد؟ لا يا أبي، أنت لست ساخنا، إنها نوبة برد لا أكثر. إذن ستنقضي مع انقضاء الليل. أبي، دعنا نرجع أدراجنا إلى القبيلة. نرجع ودون إخوتك؟ هل تريدين لهم أن يرقصوا فرحا لفشلي؟ لن يرقصوا فرحا، إنهم يحبونك. لا لا يا عنقاء، قد خرجت لأعود بهم، ولن يلتقيهم أحد قبلي. لا يهم من يلتقيهم أولا،
المهم أن تراه وتأخذ أولادك بين ذراعيك. لكأنهم الآن بين ذراعي. إذن دعنا نرجع إلى القبيلة ونرسل شاهين في طلبهم، إنه يحبك كما يحبني. شاهينك أبي، وإن كان مختلفا عنه لن يرضيك كي يرضي بابا. لم يعقى، فأمامنا في الغد سفر طويل. من منكم يعرف أرضا طيبة تقيم عليها قبيلتنا؟ هل تريدها مسكونة أم غير مسكونة؟ ما رأيكم أنتم؟ نفضلها غير مسكونة يا أسامة. أجل، هكذا أفضل. هذا يجنبنا سفك الدماء وظلم الآخرين واستعدائهم. وأين ستجدون أرضا طيبة غير مسكونة وأنتم تعلمون أن الأعراب لا تترك أرضا طيبة إلا وتكون موطئهم؟ نبحث عنها يا أسامة، فالصحراء مترامية الأطراف. نرسل بعض الفرسان للبحث عنها، فإن وجدوها كانت لنا موطنا، وإن لم يجدوها كان لنا حديث آخر. لن يكون هناك حديث آخر يا جلمود. نجد أفضل أرض طيبة ونقيم عليها، ويبقى الخيار لأهلها، إما أن يمتزجوا بنا ونكون نحن أسيادها، وإما أن نقيم دونهم عليها. هناك حقيقة لا مناص من مواجهتها، حقيقة القوة ومعناها، حقيقة السيطرة على الأرض لمن هو أعظم، لمن هو أقوى، لمن يملك الساعد القوي والسيف البتار. وهناك حقيقة أخرى، حقيقة الضعف والخمول، حقيقة أن نكون مجرد ظلال. أتاني حقيقتان ثابتتان منذ الأزل، وعلينا أن نختار إحداهما. طبعا سنختار حقيقة القوة. أجل، مؤكد القوة. لن نختار الضعف والخروع أبدا يا أسامة. إذا غدا صباحا سينطلق أربعة من الفرسان ليجدوا أرضا طيبة تقيم عليها قبيلتهم. خمن من يقترب من مضاربنا يا أبا طراقة. أولاد ابن الوهاج. ولدك يا أبا طراقة شاهين. ظننت أن كارثة كبيرة حاقت بنا لدخولك إلينا بهذه الطريقة. لا أدري إن كانت كارثة كبيرة أم لا. ماذا تعني يا صخر؟ أفصح. ألم يأتي شاهين بما كلفته بشرائه؟ تعني بعض المؤن وبعض العتاد؟ لا، إنه يجر وراءه قطيعا كبيرا من الأغنام، وفوق هذا مؤونة تكفينا لسنة كاملة، وعتادا وسلاحا وما شابه ذلك. ماذا تقول يا صخر؟ ما سمعت يا أبا طراقة. ولكن كيف حصل على كل ذلك؟ لكم الدهشة تأكل وجوهكم. تخرجون بمال قليل لشراء القليل من المؤونة والعتاد، فتعودون مما عدتم به. ألا يستحق هذا دهشة وعجبا منا؟ ربما عثروا على كنز في طريقهم يا أبا هزيع. لعمري إنك داهية يا ابن الرومية. هل عثرتم فعلا على كنز؟ شيء يشبه الكنز. قص عليهم كيف ساقتنا الأقدار إلى ما عثرنا عليه. لا، لن ندع أحدا غيرك يقص علينا يا شاهين. أخطأنا في ذهابنا الطريق، سلكنا دربا ما كان علينا أن نسلكه.
وإذا بنا نجد قافلة تجارية مات جميع أفرادها بوباء لم نعرف ما هو. كانت جمالهم محملة بالنفائس والحرائر والذهب. دفنا الأموات وأخذنا ما كانوا يملكون. اشترينا ببعض ذهبهم ما رأيتم، وحملنا معنا ما تبقى لنوزعه على أفراد القبيلة. ستوزعون كل ما جلبتموه على أفراد القبيلة؟ كان أبي سيوزع ما سنشتريه عليكم، أما وقت غنمنا ما غنمناه فلا بد أن يوزع عليكم أيضا، أليس كذلك يا أبي؟ أجل، هذا ما كنت عازما عليه. بوركت يا أبا طراقة. لعمري إنك أفضل سيد قبيلة عرفته البلاد، وقد اخترنا أبا هزيع ليقوم بإعطاء كل فرد نصيبة. أي فرق بينك وبين ابن الوهاج يا أبا طراقة؟ ذاك كان يخفي كنوزه وكنوز ابن العلقم لنفسه، وأنت تلقي بكنوزك بين أيدي الناس. وهل نطبع من سيد في قومه أن يقدم لهم أكثر من هذا؟ بالطبع لا. أهلا، أهلا بالطيب. سلاما أيها السادة. سلاما أيها الرجل. هي قبيلة الباهلي، بل قبيلة الجوارح. الجوارح كانت تدعى قبيلة الباهلي نسبة إلي، الآن بات اسمها قبيلة الجوارح نسبة إلى أسامة بن الوهاج. أنت أسامة بن الوهاج؟ هل تعرفني؟ لا أعرفك، ولكني سمعت عنك الكثير، أعني سمعت عن ابن الوهاج وأولاده الثلاثة. ماذا سمعت عنه؟ ما يردده الأعراب، ابن الوهاج أعظم سيد في البلاد، وأولاده مشهود لهم بالقوة والجبروت. أتحل علينا ضيفا مقيما أم عابر سبيل؟ أنا عابر سبيل، ولكني لا أكره أن أكون ضيفا مقيما، فلا أكلفكم شيئا. على الرحب والسعة، أنت منا وعلينا. تعال معي. لم نتفق على ما فعلت أيها الولد العاق. ظننت أن ما فعلته هو الصواب. ألا تهدف أن يتحلق الناس حولك، يحبونك، يرونك خيرا من ابن الوهاج؟ قد وصلت إلى ما تريد بما فعلت، وتنفق عليهم كل الثروة التي سلمتك إياها. إنها لهم على كل حال. قلنا ننفق عليهم القليل ونحتفظ نحن بالكثير. ما زلت تحتفظ بالكثير يا أبي. هنا، إن أردت أن تأخذ منهم الكثير فلا بأس أن تعطيهم القليل. لا أنكر أنك تفكر خيرا مني. قد أدخلتني عنوة في لعبتك الكبيرة، فلا أقل من أن أجد نفسي فاعلا فيها. فاليوم مثلا داويت من جرحت. أنا لم أجرح أحدا، أنا أقدم لهم حياة أفضل. كنت السبب في رحيل الأفضل من هذه القبيلة. ابن الوهاج وأولاده؟ ابن الوهاج وأولاده. كان هذا عمل الجيد في حياتي كلها. لقد أعجبتني حكايتك عن القافلة التي مات أصحابها بالوباء. هي أفضل من كنز نعثر عليه في بئر قديم. أنت تكبر في عيني باستمرار. هل تريد الزواج من جهينة حقا؟ وقد قبلت وقبل أبوها.
ما بك يا خولة؟ كأنك على غير ما يرام. أنت في غم منذ أيام ومع هذا لا تفصحين بشيء. ألم أعد زوجك؟ زوجي، ولك واجب الطاعة علي. فأطيعيني وأفرغي ما في جعبتك. كيف تسلب سيادة القبيلة من أبي يا أسامة؟ أسلب السيادة؟ أي تعبير فخم. ليس لدي تعبير آخر. أنا لا أسلب أحدا يا خولة، أنا أعطى ما أريد. في هذا لم تعطى بل أخذت. هل تكرهين أن يصبح زوجك سيد القبيلة وهو سيدك؟ أكره أن تأخذ مكان أبي. مكان أبيك؟ أنا أخذ مكان أبيك؟ أكان جالسا على عرش مملكة دون أن أدري؟ أبوك مجرد ظل يجلس على مقعد صنع من الهواء، فلا وزن لكليهما. أبوك كان سيدا على ظلال مثله، أما أنا فسيد على الجوارح. الجوارح يا خولة، وأبوك يعرف هذا جيدا. أبوك يعلم كما يعلم الجميع أنه أضعف من أن يتولى شؤون القبيلة وهي ضعيفة، فهل يتولاها وهي قوية؟ إذن كنت تعلم أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه الآن، لهذا لقنت الفرسان أن يقولوا ما قالوه أمام أبي. هذه تهمة أقبلها منك يا خولة. أنت بهذا تسفهين كل ما فعلته لأجلكم، كل ما فعلته لأصنع من رجالكم الضعاف فرسانا يسودون الأرض. لكنها الحقيقة التي تعرفها أنت كما أعرفها أنا، لكني لن أبيع أبي لأشتريك. تلك حقيقة أخرى. تلك هي حقيقة أخرى. لن تبيعي أباك وتشتريني. أبوك أكثر أهمية من زوجك. حقيقتك هذه لا تعنيني، ولكن هناك حقيقة أخرى كنت أدخرها لك. وبما أننا في جلسة نعرض فيها الحقائق، فأرى أن الوقت ملائم لألقيها بين ذراعيك. أنا سأتزوج بثينة. لن تفعلها يا أسامة. بل سأفعلها. إن كان بمقدورك أن تمنعيني فامنعيني. لن تفعلها يا أسامة. لن تتزوج بجاريتي. بثينة لم تعد جارية، قد وهبتها حريتها. لست من يملك هذا الحق. قد أخذت هذا الحق بموافقة أبيك، وحتى لو لم أوافق ما كنت سأنتظر موافقتها. بثينة الآن حرة، وأنا سأتزوجها. لن تفعلها. ولماذا يا خولة؟ إن كان لم يسبق لأحد أن تزوج على امرأته، فأحب أن أكون أنا السباق. ولكن أرجو أن لا تحزني، خشية أن ينتقل الحزن إلى ولدنا ليث فلا يحتمله. أنت رجل وضيع يا أسامة. احذري مما تقولين يا امرأة. لن أبقى تحت رايتك، لا أنا ولا ولدي ليث يا أسامة. ليث لي وليس لك، وسآتي بامرأة ترضعه. لن ترضعه امرأة غيري. إذا ستعيشين مع بثينة في خيمة واحدة، تأكلان الساد معا وتنامان معا. قد غلبتني يا أسامة، فما أنا بالتي تعيش مع جارية في خيمة واحدة. أين كنت تخفي كل هذا يا أسامة؟ أين؟ صدر الرجل يا خولة بئر عميق، ليس من السهل الوصول إلى قعره. لقد وصلت إلى قعره، إلى قعرك يا أسامة. أيوك الشقار. Thank you.
لقد عدنا إلى المكان الذي كنا فيه. أعرف ذلك. سنسير في هذا الاتجاه. لماذا تفعل بنا هذا يا أسامة؟ نحن لم نكن لك إلا جناحا تستفيء بظله، أفنلقى منك هذا الجزاء؟ كيف تقلق راحتي دون استئذان؟ وكيف تبدأ حديثك دون إلقاء السلام؟ أهذه هي الأخلاق التي نشأتم عليها؟ نحن لسنا بصدد الأخلاق التي تتحدث عنها الآن. في أي صدد نحن إذن؟ بصدد ما أنت عازم عليه. قد قلتها، ما أنا عازم عليه. إذن فأنا المسؤول الوحيد عن ذلك. ولكنها ابنتي وشقيقتي أيضا. يعجبني تحالفكما. لا داعي للتحكم يا أسامة، فإذا لم أكن والد زوجتك فأنا السيد الذي فتح ذراعي لاستقبالك. لا تنفك تذكرني بأنك السيد الذي فتح ذراعي وأنني المستفيء بظلك. أليست هذه هي الحقيقة؟ ما زلت صغيرا على حديث الرجال يا عمرو. اصمت أنت يا عمرو. قد بت الآن سيد القبيلة يا أسامة، وزواجك من بثينة سيسقطك من قائمة السادة. لماذا؟ ألأنها جارية؟ لأنها استغلت خدمتها لخولة فأغوتك وأوقعتك في حبائلها. أنت تتحدث عمن ستكون زوجتي في الغد. خولة لا تعارض زواجك، ولكنها فقط تعارض اختيارك لبثينة. خولة لا تملك أن تعارض من كان صاحب الكلمة، لا هي ولا أنت ولا شقيقها الأصغر. هذا الأمر مرهون بي وحدي. أعلم يا أسامة أعلم، ولكن خولة هجرت طفلها وتركت امرأة أخرى ترضعه، ومن تهجر طفلها لا تستحق أن تكون أما، ومن لا تكون أما لا تستحق أن تكون زوجة لأسامة بن الوهاج. ماذا تعني؟ لم أعد أريد خولة يا أبا عمرو. إذا كانت لا تنفع طفلها فهي لا تنفعني أيضا، وليس أسامة من يبقي امرأة زوجا له وقد تركت وليدها جائعا. هي ما فعلت ذلك إلا أبوك قال لك أن تصمت، أما أنا فأقول لك إذا نطقت بكلمة أخرى سأطردك. علمت أنكم تريدون ترك هذه الأرض، وعلمت أيضا أنكم تبحثون عن أرض تناسبكم أكثر من هذه. أجل، وقد عاد اثنان من رجالنا خاليي الوفاض، وبقي اثنان وها نحن ننتظر أخبارهما. هل تعرف أرضا طيبة تصلح لأن تقيم عليها قبيلتنا؟ الأرض التي كنت أعيش عليها، أعني قبيلة الأشعث بن الأكثم. إنها خير أرض، أجل إنها خير أرض في البلاد
كلها. نحن لا نريد أرضا يعيش عليها أهلها، وإلا فما أكثر تلك الأراضي؟ ليست كأرض الأشعث، إنها جنة البلاد وقلبها البارد. قلبها البارد؟ هكذا ندعوها، هكذا ندعوها لبرودة طقسي. هل يقبلون أن نمتزج معهم فنصبح قبيلة واحدة؟ لا أظن الأشعث يقبل بها. هذا عبادة وهذا أخوه جابر، وهما كولدي تماما. هذا هو أبي عبادة، هذا هو ابن الوهاج، وهذه أختي العنقاء. كيف حالك يا ولدي؟ مقاتل عنيد رغم صغر سنه. أنت من دربني على القتال. عندما رأيتك أيها الباشق تهجم عليهم صارخا شيء في جسدي. لم أصدق أن الباشق عاد ليثا كأبيه. لنتحدث يا والدي، فلحديثنا شجون. لماذا أنت والعنقاء هنا؟ تقص علينا ما لقيته، فنقص عليك ما لقينا. من أبي طراقة.
قسما لأرمين رأسك بين قدمي ولدك. ليس لأبي تراقة دخل بما لقيناه أيها الباشق. ماذا تقولين يا عنقى؟ أنت من أردت ما لقيناه، وإلا فلست ابن الوهاج. هل تدعي أن أبا تراقة استطاع أن يفعل بك ما يشاء؟ أهو من أكرهك على اختبار أبنائك؟ أهو من أكرهك على مغادرة القبيلة؟ لقد فعلت كل ذلك بملء إرادتك، فليس لرجل كأبي تراقة أن يسير ابن الوهاج على هواه. لا تنكري أنه يضمر لي شرا، ولا تنسى أن حقد المرء على المرء يشعل الغضب ويعمي البصيرة يا أبي. اعذرني لتطاولي، لكن حقدك عليه جعلك فريسة كل ما دار في خلدك. أضف إليه حنينك إلى إخوتي وخوفك عليهم، فرس عقاب ثم حصان الباشق ثم موت أمي، هذا ما نال منك يا أبي وليس أبو تراق. هل قلت إن أمي ماتت؟ ماتت أمي حقا يا والدي؟ ألم تقولا لي بأنك زوجك؟ لكنني أرجعت ذلك إلى صغري. ثم جاءت سرقة المال أيها الباشق، ليحس أبوك أنهم يحكمون الحصار علي، لهذا أراد الرحيل بحثا عنك وعن أخويك. هو لم يوثق فراقكم، قد عجز أن يكون بلا ظل يحميه من وهج الشمس، وقد كنتم ظله، لهذا كان أول الساقطين فيكم. نعم يا أبي، أنت أول من سقط في الاختبار الذي دعوتهم إليه. كنت أراقب سقوطك بكل جوارحي، لقد تداعيت شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه، لكن هذا ليس عارا ولا عيبا. أنت لم تحني هامتك، ولم تخر عزيمتك، ولم يكل ساعدك، كنت عظيما حتى وأنت تخطئ، كنت عظيما يا أبي. أبوك لا يخطئ يا عنقى، وإن أخطأ فثمة أحد دفعه للخطأ، أما من هو فسأعرف عندما أعود إلى القبيلة. لن نعود إليها قبل أن نعثر على أخويك. أتعني أننا سنواصل البحث عنهما؟ قد خرجت لأمر لا أعود من دونه. لنعود إلى القبيلة يا والدي، أليس من الصواب أن نتركها دون سيد يتولى أمرها؟ وما كان لابن الرومية أن يدير قبيلة كقبيلتنا. أريد أن أجتمع لأخوك، قد عرفت ما أنجزته أنت خلال فترة غيابك، وقد سرني إنجازك. أريد أن أرى ما أنجزه. ولكنك خسرت الاختبار، فما همنا لو كسبناه؟ لن أعود من دونهما. من تريد أن ترى أولا؟ لا يهمني، كلاهما ولداي. نحن هنا أقرب إلى الشرق منه إلى الشمال، فلهذا نحن أقرب إلى عقاب من أسامة. إذن نشد الرحال إلى الشرق. رسلك يا عكرمة، سيحضر الطبيب حالا. لن تموت، لن تموت، أليس كذلك؟
إنه مجرد إغماء يا رجل. ولكنها بالكاد تتنفس. يا وردة، ماذا تريد منها؟ نريد أن نطمئن على ريم. يا وردة، لماذا تقفون هنا؟ قل لصاحبك عكرمة إن زوجته بخير وقد تكون حاملا. الإغماء هو أحد عوارض الحمل، هكذا قال العجوز. هل تراهن أن زوجتك حامل؟ من جوادين لجواد. أراهنك لأنني الرابح في الحالتين. أماه، ما حدث قد حدث، والحزن لن يطرد جهينة من خيمة أبي. ولكنه طرد النوم من عيني. إنها الليلة الأولى فقط. قتلني، أخذني لحما ورماني عظما. لا أحد يستطيع أن يرميك عظما وأنا إلى جانبك، حتى ولو كان أبي. فكيف وافقته على ما فعل؟ كيف تقبل أن تكون لأبيك زوجة أخرى وأنت قائد فرسان هذه القبيلة؟ أما كان عليك أن تقمع رغبته الخبيثة تلك؟ زواج الرجل من امرأة أخرى أمر لا غبار عليه. ولكنه لا يتزوج طفلة. جهينة ليست طفلة. بالنسبة لسن أبيك هي أصغر من طفلة. كان عليك أن تمنع. إنه أبي يا أم شاهين، أبي وسيد القبيلة أيضا. ليس سيدها ولا يجب أن يكون سيدها. ليس وابن الوهاج على قيد الحياة. أبوك رجل أفاق، اتخذ الخديعة والمكر وسيلة للوصول إلى السيادة. أم تظن أنني لا أعلم بما خطط له ونفذ؟ إنه لم يكتفي بسرقة مال ابن الوهاج، بل فرق بينك وبين العنقاء وأوغر صدرك تجاه ابن الوهاج. ماذا فعل ابن الوهاج لأبي حتى أحال قلبه إلى كتلة كتيمة من السواد؟ أفضي بما عندك يا أمه، فالفضول يقتلني. ما أعرفه، قد لا يكون سبب حقد أبيك على ابن الوهاج. وقد يكونه، فتكلمي. بدأ ذلك قبل زواجي من أبيك. كان أبوك ينتمي إلى إحدى القبائل الصغيرة التي كانت تعيش على الغزو والمغارة، وكان عمك هو سيد تلك القبيلة. عمي؟ شقيق أبيك الأكبر. تابعي يا أمه. عندما قرر عمك غزو قبيلة ابن الوهاج، كان أبوك على رأس. هاجموا القبيلة ليلا ظنا منهم أن أفرادها نائمة، غير أن فرسان ابن الوهاج كان له بالمرصاد وابن الوهاج على رأسه، فأعدوا القتل فيهم وأسروا من استسلم منهم، فكان أبوك ممن أسر وكان عمك ممن قتل.